حاله فجر حاله على طريق مدنية بين المدنية، اللي راحوا ضحايا انه راحوا المدنية تصاوبوا مدنية. يعني تنظيم داعش ايش استفاد من التفجير هذا غير انه قتل الابرياء؟ واللي هذا اللي فجر حاله فكر حاله فجر حاله عند مرتدين او ارهابية او اعداء، هو اجى فجر حاله عند مدنية وقتل مدنية. يعني